لكن انا عايز ارجع لكم على موضوع امام عاشور، و هتكلم فيه في اكتر من نقطه. اول حاجه مفيش مشكله امام يعني شاف ان السكور عالي وان خلاص ناقص دقايق، طب سيبوني اخش اشوط. انا فاهم جدا امام جاي منين، لكن عجبني جدا في موضوع امام عاشور تصرف زيزو. لو شفته هتلاقوا ان زيزو راح قايل له ايه، لا في نظام وفي سيستم، انا البنالتي تيكر، انا اللي هخش اشوط. رجعني تاني يا استاذ ياسر، صح، انا اللي هخش اشوط. زيزو انا هخش اشوط، انسى ايا كان بقى النتيجه 3 4 ده حاجه بتاعتي انا، لو طالما ان انا مش عايز اسيبها مش هسيبها. وهنا شخصيه زيزو عجبني جدا، زيزو صح. بعد كده عجبني جدا كلام فريرا في المؤتمر الصحفي. فريرا لما اتسال عن الموضوع قال يعني بكل بساطه ان ايه، كل الناس كانت عايزه تشوط الكوره تسدد ضربه الجزاء حتى انا، وضحك. لكن احنا عندنا نظام ان في نمره واحد ونمره اتنين ونمره تلاته، نمره واحد موجود في الملعب هو اللي هيشوطها، هو اللي هيشوطها. وهنا فريرا ده كلام فريرا برضه، خلي بالكم بقى، خلي بالكم. عايزين نتكلم يعني. طبعا فريرا قالك ايه، لدينا لاعبين جدد في الفريق وما زالوا في مرحله الانسجام، امامنا بعض الوقت كي نصل الى المستوى الذي نريده. ده كلام فريرا في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. مباراه اليوم لا ترضيني، راجل كسبان 4 ويقول لك مباراه اليوم لا ترضيني. على اللاعبين ادراك ضروره القتال طوال اللقاء وضغط المباراه يدفعني لاستخدام كل العناصر بالفريق. الراجل بيعمل روتيشن وبيغير وبيريح، يعني هو عنده فكر وراجل شايف اللعيبه وكل يوم معاه هو اللي عارف. يجي بقى الحته دي اتكلم على، طب انا اشوف ازاي مش شايف. طلب امام عاشور تسديد ركله الجزاء، الكل كان يريد تسديدها، قال كل الناس كان عايز يشوطها حتى انا، وضحك خاصه النتيجه كبيره والوقت متاخر، وهيبقى في وقت يشوط امام وشوط وقت يشوط رؤى وباقي اللعيبه، لكن هناك ترتيب متفق عليه للتسديد، في نظام في سيستم، رساله بيوجهها للعيبه. حتى لو انتوا كسبانين 3 4 لازم تمشوا على ايه، على السيستم بتاعي. فريرا بيوصل رسائل للعيبه ان اول حاجه في كلامه ان لغايه من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه لازم تقاتل حتى لو انت كسبان سكور. ومش معنى ان انت كسبان سكور ان انت تبوظ لي السيستم وتخرج بره النظام. في نظام، مين الناس اللي هتشوط هي اللي هتشوط. فريرا بذكاء كبير جدا في المؤتمر الصحفي ما ضخمش الامور، موقف حصل الدنيا خلصت، اهدى طفي مكان، عندي ماتشات جايه. هو ده، هي دي قوه فريرا، ان هو بيوصل رسائل للعيبه. على فكره ممكن يكون فريرا عنف امام عاشور في اوضه اللبس، بس ما بينه وما بين لعيبته، وهنا عايز اقارن لكم بين موقف فريرا وما بين موقف كولر، مع موقف كولر مع قفشه في الماتش اللي فات، وموقف فريرا مع امام عاشور. اقول لكم ايه الفرق، انا هوريكم، هقول لكم المدربين بيفكروا ازاي. كولر خد طريق واختار ان هو يعنف قفشه في الاعلام او يطلع قفشه على المسرح بالبلدي كده بالكلام اللي قاله في المؤتمر، وبعد كده باعلان العقوبه ان في عقوبه، اختار ان هو يطلع قفشه على المسرح. من الناحيه الثانيه فريرا طفى مكان، هدى اللعب، في كذا وضحك وبتاع وهدى اللعب. ايه الفرق بين الاثنين؟ اول حاجه ان نتيجه المباراه الاخيره انتهت بالتعادل. تصدقوني ممكن يكون كولر لو كانت الفرقه كسبت كان ممكن يقول كلام تاني، لكن ما كانش يتكلم. لكن انتهاء المباراه بالتعادل واصرار قفشه على تسديد ضربه الجزاء رغم ان هو مش مسدد الاول خلت ان كولر يتكلم. الناحيه الثانيه الزمالك كسبان سكور 4، ففريرا مفيش مشكله عنده. ده نمره واحد. نمره اتنين والاهم، ان فريرا بقاله فتره طويله مع لعيبه الزمالك مش محتاج يوصل لهم رساله ان انا شخصيتي قويه وان انا كذا، مش محتاج، خلاص
هو اللعيبه عارفه كويس قوي ان الراجل ده بالبصه لازم يسمعوا كلامه، يا اما ملوش مكان في الملعب. في مواقف كتيره هو بنى الفكره دي عند اللعيبه. كولر لسه بيوصل للعيبه بيقول لهم انا هنا الامر الناهي، هتطلع بره النظام بتاعي مش هيبقى ليك مكان عندي وهتتعاقب. هو اختار ليه ان هو يعمل الكلام ده على الملأ او في الاعلام؟ عشان هو محتاج ان هو يوصل الرساله دي، ما تكونش رساله سوفت، تبقى رساله قاسيه، انا هطلعك على المسرح اخر مره تعمل كده معايا. ده صح، خلي بالكم، وده صح. في ناس تقول لك كولر كان لازم يقفل لا عادي، ممكن في وقت من الاوقات ان المدرب يستغل الاعلام في ان هو يضغط على اللعيب وان هو يوصل رسائل للعيبته، زي ما مورينيو بيعمل. مورينيو طول عمره بيعمل كده في اوقات معينه مدروسه. انا دلوقتي في الناحيه النفسيه عايز ان انا اخد رد فعل من اوضه اللبس، عايز اخد رد فعل من اللعيبه. هو ده اللي كولر عمله من خلال قفشه. الناحيه الثانيه فريرا راجل مش محتاج الكلام ده، لان هو اوريدي خلاص كل لعيبه الزمالك جربت معاه، جربوا. ما اللعيبه دي يا جماعه بتجرب المدربين، بتشوفوا ايه ايه قصته، هيفوت لي مش هيفوت لي، هيعمل نفسه مش واخد باله، رد فعله ايه. كل اللعيبه اللي انتوا شايفينها من زمان دول جربوا مع فريرا، وكلهم بلا استثناء خدوا على دماغهم. فالنهارده فريرا في موقف مش محتاج يثبت للعيبه ان هو شخصيه قويه. كولر لا، لسه لعيبه الاهلي بتجربه، لسه لعيبه الاهلي بتجربه. فراح قايل لهم لا، انا كمان اللي هيخرج بره السيستم بتاعي هياخد على دماغه. راجل لسه محتاج يوصل رسائل. ده الفرق ما بين الموقفين، عشان ما حدش ياخدكم في حاجات بعيده، وبرده ما حدش ياخدكم في حاجات تانية يقول لك ان السبب الرئيسي في العقوبه على قفشه ما كانتش ضربه الجزاء. لا، كانت ضربه الجزاء، كانت ضربه. احنا بنشوف لعيبه بتنزل ستوريز وبتاع، وانا جبت لكم الدليل قاطع امبارح ان كل القرارات السابقه قبل كده كان بيبقى الكابتن سيد عبد الحفيظ او القرار اداري. العقوبه دي تم الاعلان عنها ان هو الجهاز الفني يقرر عقوبه قفشه. يوم فوز الكبار وفوز مهم جدا للاسماعيلي، وليل طبعا طلع الجيش، مبروك كابتن محمد يوسف، فوز مهم جدا، وطبعا للاهلي وفوز مهم جدا، الف مبروك للاهلي، وفوز للزمالك فوز كبير، الف مبروك لجمهور الزمالك.